على أنغام هذه الموسيقى الشعبية يتم إحياء موروث ثقافي متجذر بعدد من ولايات الوطن، الوعدة. عينتنا وعدة سيدي عبد الرحمن بولاية الشلف. رقصات شعبية، استعراض على الخيول، ضربات البارود وسباق الأحصنة تخطف أنظار الزائرين. تعبير عن تاريخ وأصالة المنطقة ومناسبة ثقافية اجتماعية توحي بتواصل الأجيال وتمسكها بالموروث الثقافي. استغلينا الفرصة هذه باش نخرجوا الأولاد نتوعنا باش للترفيه عن النفس والتعرف على العادات والتقاليد اللي تتميز بها المنطقة، كلعبة المطرق وركوب الخيل، سباق الخيل. رغم أننا في عام 2018 لكن ما زال الشعب الجزائري متمسك بالعادات والتقاليد تاعو اللي عاهدها على الأجداد. مثل هذه الوعدات الشعبية تقام عادة ما بين شهر سبتمبر ونوفمبر. فيما مضى كانت فرصة لإقامة جلسات الصلح بين أفراد المنطقة وإكرام الضيوف، هي أيضاً محطة للتذكير بخصال الولي الصالح لدرجة سرد روايات وأساطير تسمى بالكرامات يتم تناقلها بين سكان المنطقة. أشخاص الذين يذهبون إلى هذه الوعدة نستطيع أن نقول هي عبارة عن سياحة، هي ترويح عن النفس، هي الاستماع لقصص ولا حكايات ولا فرديات يمكن أن تحمل من الصدق أقل من الحقيقة، إلى أن الإنسان دائماً بطبعه يحاول أن يخرج عن المألوف لمعرفة خبايا الموروث الثقافي من شكل الوعدات. التكنولوجيا لم تقضي على هذا النوع من الموروثات الثقافية، بل العكس، اليوم تساهم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل كبير في المحافظة على استمرارية الوعدات، فالجمهور الذي كان يستهدفه البراح قديماً ليس نفسه الجمهور الذي تستهدفه تكنولوجيا الاتصال اليوم.